انا معايا على التليفون سياده النقيب، نقيب الصحفيين يحيى قلاش. اهلا بيك سياده النقيب. قيب، اهلا بيك يا استاذ خالد. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. يعني مش عارف ازاي، كيف تقرا قرار حظر النشر الصادر من النيابه العامه في ظل اجواء انعقاد جمعيه عموميه بكره، في ظل يعني ملامح او ترجيحات بان انت كمان ممكن تكون متهم؟ والله يا استاذ خالد انا يعني بشعر بالحزن والاسى والاسف، يعني انه في اليوم العالمي لحريه الصحافه يعني نجد نفسنا في هذا الموقف، مش احنا كنقابه، يعني احنا كصوره بنصدرها للعالم وبنقول انه في اليوم العالمي لحريه الصحافه احنا كيف نتصرف مع كيان نقابي عمره 75 سنه. نعم. وكاننا في حرب ضروس، يعني لا نعرف ما هي اسبابها ولا من الذي يدفع بها. وانا بقول وباكد انه مصر التي تواجه تحديات خارجيه لابد ان يكون الداخل عندها غير مؤجج وغير متوتر على هذا النحو وبهذه السخونه التي لا نعرف لاين تذهب بنا جميعا، الا اذا كان من هناك من في الداخل يخدم على من في الخارج. انا بقول بصراحه عشان البلد دي تضيع مننا. يعني ايه؟ يعني كنا في المؤامره تحاك من الداخل. يعني المفروض لما يبقى عندي يعني التحديات اللي حواليا الخارجيه دي، الداخل عندي قدر الامكان بقلل بؤر التوتر والاحتقان. نعم. لكن احنا دلوقتي يعني الداخل زي ما انت شايف كده مشتعل وساخن وغاضب، مشتعل وكاد ان يصل لمرحله الحريق. نعم. ده هل ده بالحاله الداخليه دي انت تقدر تواجه بها الخارج؟ كيف تواجه بها التحديات الخارجيه؟ طبعا هو ده السؤال اللي بيعني. طب دلوقتي سياده النقيب يعني صادر، انا مش واقف عند نقابتي بس، انا واقف عند بلدي كمان. نعم. يعني وده المحزن بالنسبه لي. انا مش يعني انا يعني بيان النائب العام النهارده، انا بجل رجال القضاء والنيابه العامه وده نائب الشعب الى اخره من كلام احنا بنسمعه وعارفينه، لكن لما يبقى فيه وقائع متعلقه خاصه بالنقابه ونتقدم بها ببلاغ وفي يصدر كلام النهارده عن النائب العام يصادر على المطلوب، يبقى يعني هل احنا بقى طب نلجا لمين؟ انت بتعتبر يعني انت بتعتبر يعني بان النائب العام مصادر على بلاغ نقابه الصحفيين ضد وزير الداخليه؟ يعني طبعا ده يعني حكم وحصل كل القرارات اللي احنا نفسنا بنقول انها انتهكت وانها غير مسبوقه وانها كذا وبتاع وكده. نعم. هذا معقول؟ هل النائب العام ادى اذن للداخليه باقتحام مقر النقابه ب 35 او 40 فرد امن مسلح؟ ما هو ده 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 دي رساله عايز توصل بالرساله دي ايه لكل النقابات المهنيه؟ طبعا ده كلام المفروض لا يعالجه مثل هذا البيان. اسامه هيكل، معلش، اسامه هيكل مطلع بيان رئيس لجنه الثقافه والاعلام بالبرلمان وبيقول انه تم الاتصال بحضرتك وانه كان في اجراءات لترتيب لقاء مع رئيس الوزراء لاحتواء هذه الازمه من ناحيه سياسيه في ظل احترام رئيس الوزراء للصحافه والصحفيين، هل هذا الكلام صحيح؟ الزميل اسامه هيكل بيبذل الجهد على مدى الايام الماضيه واتصل بي اكثر من مره وهو يعلم تماما ان احنا منفتحين على كل الاتصالات اللي بتحاول تحل الموضوع حل حقيقي وحل يقوم على الاعتراف بان في مشكله. نعم. لانه وانا قلت الكلام ده للزميل اسامه هيكل قلت له احنا بادئين من نقطه انكار ان في مشكله فكيف نصل لحل. فهو ده الموضوع، لازم نحط الموضوع على ارضيه سليمه. لكن انا متواصل مع كل مؤسسات الدوله ومع كل اجهزه الدوله، وعايز اقول حاجه كمان فيما يتعلق بالواقع اللي صدر اللي هي خاصه بالزميلين، ومش عايز ادخل في التفاصيل، الجميع يعلم تماما انه زميلين قضوا في النقابه اقل من 24 ساعه. نعم. وانا لا استطيع ان انا بالقوى الجبريه امشي زميل عضو نقابه من نقابته. نعم. وانا تواصلت مع الزميل في نفس اليوم ومع عدد من المحامين وقال لي بشكل واضح قدام بعض المحامين ان جئت الى النقابه لانفذ قرار الضبط والاحضار. نعم. وانا اخترت بعض الجهات التي تقول اليوم انني تفطرت وانني كنت اعلم وانني جبت عملت
عملت مع الزميل اكن ان انا ده هما بيقولوا ان دي يشكل جريمه اللي انت قمت بيها يا سياده النقيب. ما هو ده هل يليق هل يليق بمؤسسات قانونيه ومؤسسات سياديه في البلد تتعامل مع النقيب كانه يعني مجرم؟ هل هذا يليق؟ انا لا اخشى على نفسي اي شيء، واخد بالك؟ وبقول لهم اذا كنتوا عايزين تبعتوا رساله فانا يعني الرساله ضلت الطريق، لان انا امري على الله، انا مش عايز اي حاجه من اي موت. كل الناس عارفه ان انا مش عايز اي حاجه الا مصلحه هذا الكيان ومصلحه البلد كمان نفسها. انا بقول اللي هو ده تاثيره ايه هذا البيان وثم ما قاله اسامه هيك، تاثيره ايه بكره على الجمعيه العموميه؟ يعني بتتوقع ايه في الجمعيه العموميه سياده النقيب؟ هل ستستمر مطالب اقاله وزير الداخليه الى اخر هذه المطالب، ولا هذا البيان ممكن يضعف من موقف الجمعيه؟ بالعكس، انا كنت في اجتماع في المجلس الاعلى للصحافه، ولما جيت النقابه بعد ما علمت بهذا البيان انا جيت لقيت الحاله حاله يعني بقت اكثر اشتعالا واكثر غضبا، وتميل الى عنف في الرد، وانا بحاول قدر الامكان ان احنا لا ندخل في حرب. نحن عايزين نحافظ مش على النقابه بس، احنا عايزين نحافظ على البلد، وعايزين نتعامل بمسؤوليه. كلام عاقل، كلام عاقل. وعايزين كل واحد في مصر يساعدنا. لا يمكن لمصير البلد يترك لمعالجات امنيه استاذ خالد، وانت تعلم ذلك. طبعا وده اللي ودى البلد. نحن نفتقر الى السياسه في كل مشاهد هذه الازمه من اولها لاخرها. طبعا لا يمكن نعيد انتاج محادث، لا يمكن انك تلاقي كل الافق مسدود، افق الحوار يعني بطيء على هذا النحو. وهل ينفع يا وانت تريد ان تصل الى حل الازمه ان الجميع يسمح بحصار النقابه على هذا النحو والتضييق على دخول الصحفيين؟ طبعا لا، طبعا لا. هل هذا محبوب؟ طبعا لا. هل هذا حدث الا اذا كان الامر مؤقت متعلق بمساله مصيريه في البلد؟ لكن انك تحاصر النقابه طوال هذه المده وتمنع الدخول ليها وتمنع المرور من الشارع وتضيق على دخول الصحفيين، وانت تعلم ان في جمعيه عموميه ويصدر بيان عاجل من النيابه العامه وكاننا في حاله حرب، عشان انا الحقيقه مندهش. انا مندهش. ما هو المطلب الاساسي للجمعيه العموميه بكره خاصه بعد هذه التطورات؟ المطلب الاساسي للجمعيه العموميه كرامه المهنه وكرامه النقابه. نحن مش في حرب طبيعها، يعني مش يعني طبيعها لا انقلابي ولا تيار بيخلص النقابه ولا كل الكلام الغريب اللي انا بسمعه، وان في شله مسيطره وانه في ما اعرفش اصابه عامله ايه. يعني احنا هدفنا كرامه الصحفي وكرامه المهنه واحترام مواد الدستور واعطاء اولويه لتشريعات ستعرض على مجلس الوزراء غدا، وهي التي كانت يجب ان تستنفذ طاقتنا الايجابيه عشان هذا الاعلام ينظم، وعشان حاله الفوضى، وعشان الاعلام المصري ياخذ دوره في مواجهه كل التحديات الخارجيه وفي مواجهه الاعلام الغربي المتربص بينا. هل مطلب يعني هل مطلب اقاله وزير الداخليه لا يزال قائما سياده النقيب؟ والله يا استاذ خالد انا عايز اقول لحضرتك حاجه، احنا بنعتبر ان هذه الازمه مسؤول عنها شخص مسؤوليه سياسيه، وفي اي بلد محترمه بيتعالج مشكله لا اما المسؤول عن هذا الامر يا اما ياخذ موقف من تلقاء نفسه او انه يؤخذ بخصوصه. نحن عندما قلنا هذا الموضوع لم نكن نقصد اي شيء شخصي في مواجهه الوزير، لكن احنا كنا وما زلنا نريد المصلحه العامه. اصل المصلحه العامه بتقول ان البلد بالناحيه الامنيه بيتم معالجه الامور فيها بطريقه تؤدي الى اشتعال البلد كلها والى تفجير ازمات نحن في غنى عنها، وتصدير ازمات وتفجير ازمات وبؤر توتر بتضاف كل وقت. انا بقول ان ده التصرف السياسي الحكيم في هذه اللحظه اللي بتمر بها البلد، مش عشان خاطر النقابه، عشان خاطر البلد. وبالتالي احنا بكره ان شاء الله انا ادعو كل زمايلي الصحفيين ان هم يجي دفاعا عن كرامه النقابه والحفاظ عليها والحفاظ على البلد، وهنتعامل بمسؤوليه شديده ولن ننجر لاي مغادرات ولا اي يعني ضغوط تريد ان تجعلنا ننحرف
عن مسارنا الحقيقي. نعم. بشكرك شكرا جزيلا استاذ يحيى قلاش نقيب الصحفيين. انا بكرر مره ثانيه، انتوا شايفين الراجل بحكمه وبعقل وبهدوء وبانضباط، مفيش صحفي على راسه ريشه، ومش هننخدع بفكره انه يبقى في اصل الراي العام، اصل الراي العام ضدك، اصل الراي العام مش معاك، واصل يا جماعه عيب، ما يصحش تفجروا ازمات كده. القلائل يمكن ان يتسببوا في قلاقل، وده يضعف من جبهتنا الداخليه. احنا انا اول واحد حذرت من تفكيك جبهه 30 يونيو واحده ورا واحده واحده ورا واحده. دلوقتي احنا بنطلق النار على اطرافنا. السياسه تجمع، الاداء السياسي يجمع، انت تستطيع ان تنفذ القانون وباداء سياسي حكيم. انا لسه